بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. الحقيقه عايز ابدا مع حضراتكم النهارده كالعاده، الحقيقه زي ما بنتكلم معاكم دايما وزي ما بنتكلم مع كل جمهور النادي الاهلي وكل الجمهور المصري اللي بيتفرج علينا، الحقيقه خلال الفتره السابقه حدثت اشاعات كثيره جدا 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 تخص النادي الاهلي وتخص مستر موسيماني تحديدا. لما جينا نتكلم مع حضراتكم اتكلمنا بمنتهى الصراحه والوضوح ان كل ما قيل او كل ما يقال عن مستر موسيماني هو ضرب من الخيال، كل واحد عايز يطلع يقول حاجه وكل واحد عايز يطلع يزود المشاهدات عنده او كل واحد عايز يطلع يكتر اللايكات عنده او يكتر القلوب عنده، فبيطلع يتكلم عن موسيماني وبيطلع يتكلم عن ان موسيماني كان رايح فريق مش عارف ايه في الامارات وفريق الوحده تحديدا في الامارات وفريق كذا وفريق كذا، وان موسيماني هيمشي، وان موسيماني على الرغم من ان الجميع ما فيش تصريح رسمي من النادي الاهلي رايح في هذه المنطقه او رايح في هذه السكه. خليني اتكلم مع حضراتكم بمنتهى الوضوح، الناس كلها او اداره كره القدم خلال الفتره السابقه اعلنت دعمها الكامل الحقيقه لمستر بيتسو موسيماني، وهو الراجل نفسه طلع وقال ان انا عندي بعض الاخطاء اللي هحاول اصلحها خلال الفتره اللي جايه، وان انا كنت محتاج ال 20 او ال 25 يوم دول ان انا هيبقى عندي بعض التوقيتات او توقيت ان انا اقدر اكلم فيه او مع اللاعبين من الناحيه النظريه ومن الناحيه العمليه جوه الملعب. وقلت لحضراتكم الكلام ده خلال الاسبوعين اللي فاتوا، يا جماعه من فضل حضراتكم ما تسمعوش لكل من هو يريد ان يشتهر على حساب النادي الاهلي، من حق كل واحد ان هو يجتهد ومن حق كل واحد ان هو يتكلم بما يراه مناسبا ويتكلم بمصادره، ان هو يقول ان انا فلان الفلاني قال لي ان في كذا كذا كذا، ولكن رئيس مجلس اداره كره القدم في شركه كره القدم في نادي الوحده الحقيقه الاماراتي اتكلم على انه لم يحدث اي تواصل مع بيتسو موسيماني ولا من قريب ولا من بعيد، وان العلاقه ما بين الناديين الكبيرين نادي الوحده في الامارات والنادي الاهلي هي علاقه جيده جدا وعلاقه محترمه جدا، وبالتالي الكلام في هذا الامر هو كلام مضحك. هو قال كده، قال ان هذا الكلام ان موسيماني يكون المدير الفني لانه بياخد راتب مثلا 10 جنيه واحنا هنديله 12 ولا 13، فهذا الكلام هو كلام مضحك. فالحقيقه أنا دايماً لما باجي أتكلم مع حضراتكم حتى لو في حاجة هتلاقوني مش هقدر أقولها يعني على الهوا، بتلاقوني بلمح ليها، بلمح إن في ممكن يحصل كذا، ممكن يحصل كذا، ممكن يحصل كذا، ولكن دائماً مش عارف أقولها مش عشان حاجة، ولكن مش عارف أقولها نظراً لإن إحنا بنشتغل في سياسة عامة، لكن دايماً الجمهور من حقه إن هو يعرف كل حاجة، وإحنا بنحاول دايماً نقول أو نتكلم عن أي شيء حتى لو صعب إن إحنا نتكلم فيه بنلمح عنه. بنقول ان في كذا وفي كذا وفي كذا، وبالتالي كل مصادرنا وكل اخبارنا كانت جايه ان بيتسو موسيماني مكمل في النادي الاهلي، وبيتسو موسيماني يحظى بثقه اداره كره القدم في النادي الاهلي، وبالتالي الامور ماشيه في هذا الاتجاه. هو كان محتاج توقيت معين ان هو يغير في بعض الامور داخل الملعب، سواء في التمرين سواء في المباريات، وده بيحصل خلال هذه الايام. لكل اللي بيتابع تمرين النادي الاهلي هيعرف ان في تغيرات كثيره بتحصل حتى في نوعيه التمرين، وهذا هو المطلوب الحقيقه دائما، ان اللعيب بيزهق من شكل او نوعيه تمرين واحده، ولكن لازم تغير اللعيب. ممكن يكون الهدف واحد، ان انا اعمل ضغط في حته صغيره، ممكن العب واحد على واحد، اثنين على اثنين، ليها طرق كثيره وليها امور كثيره جدا نقدر نتكلم فيها. فاللي متابع لقناه الاهلي واللي متابع لتمرين الاهلي من خلال قناه الاهلي يعرف دائما ان هناك شكل مختلف عن الفترة السابقة، لأن الفترة السابقة أنت كل يومين ثلاثة مباراة، وبالتالي ما كانش عندك وقت إن أنت تعمل حاجة، ولكن النهاردة الموضوع مختلف، عندك وقتك، عندك تقدر تعمل التمارين اللي أنت عايزها التخصصية اللي أنت عايزها، سواء من ناحية اليمين أو من ناحية الشمال أو من الناحية الدفاعية أو من الناحية الهجومية، تقدر تعمل اللي أنت عايزه كله من خلال الوقت، لو حتى 20 يوم يعني، مفيش أي مشكلة في هذا الأمر. وبالتالي كل اللي بنقوله لحضراتكم خلال الفترة اللي فاتت واحدة واحدة بيتم إثباته، بيتم إثباته وبمصادر رسمية بتطلع تنفي ما قيل عن أن هناك تفاوض مع بيتسو موسيماني من النادي الفلاني أو هنا أو هنا، بتلاقي النادي بيطلع بينفي هذا الكلام. فعشان كده أنا بقول لحضراتكم دايما من خلال شاشة قناة النادي الأهلي وكل البرامج من 10 الصبح لغاية برنامج البيت الكبير بالليل، كل البرامج دائما بتتكلم في هذا الإطار،
احنا طبعا هذه القناة هي قناة النادي الأهلي، وبالتالي بنمشي في سياسة النادي الأهلي، ولكن الجمهور له حق، والجمهور يجب أن يعلم كل شيء. عشان كده دايما بنوري حضراتكم وبنقول لحضراتكم حتى لو بالتلميح. فعشان كده كل ما قيل الفترة السابقة هو كلام عاري تماما من الصحة. مش أنا اللي بقول هذا الكلام، ولكن كل اللي أمام حضراتكم وكل التصريحات اللي بتيجي من مصادرها الرسمية هي تصريحات رسمية، وبالتالي يعتمد عليها. الفترة اللي جاية إيه؟ الفترة اللي جاية محتاجين إن احنا نساند الفريق بكل الأشكال، ونساند كل اللاعبين خلال الفترة القادمة، لأن الفترة القادمة فترة صعبة جدا ومهمة جدا. هي فترة هادية ولكنها هي فترة صعبة جدا، علشان العشرين أو الخمسة وعشرين يوم اللعيبة بتتعلم فيها أو بتعرف فيها طرق أخرى عايز يلعب بيها بيتسو موسيماني خلال الفترة اللي جاية. وده هيكون من خلال إيه؟ خلال التمرين، من خلال أرض الملعب، مش بالكلام كل واحد يطلع يقول أصل ده بيتسو كذا، وبيتسو هيمشي، وبيتسو هيجري، وبيتسو هيعمل. لا، هناك بعض الأخطاء بيتم التعامل معها خلال هذه الفترة، وده كلام معلومات وليس كلمتين كده بنقولهم وخلاص، ولكنها معلومات أن هناك بعض الأخطاء. هو نفسه موسيماني اعترف بهذا الكلام وبيتعامل معها خلال الفترة القادمة. واحدة واحدة كده بتلاقي الموضوع ماشي بالشناوي. قبله شوية كان موسيماني، بعد كده هتلاقي علي معلول، إن شاء الله ربنا يسهل ونتكلم معاكم في موضوع علي معلول ده خلال الأيام القليلة القادمة. وبعد كده شوية يقول لك بدر بنون ماشي، وقبلها برضه بشوية يقول لك أصل عمار اتخانق وعمار ما اتخانقش، فعمار يطلع ينفي هذا الكلام، وبعد كده يطلع يقول لك أصل سيد عبد الحفيظ مش عارف عامل مشاكل مع مين ومسكوا في بعض، وطبعا الاتنين يطلعوا ينفوا، وأحمد عبد القادر قبل كده، وهكذا هكذا. يعني دايما كل يوم بيحصل حاجة، وكل يوم بيتقال حاجة، وإحنا دايما بنقول لحضراتكم الحقيقة من خلال شاشة قناة النادي الأهلي في كل برامجها، كأن كل يوم مفيش حاجة غير النادي الأهلي.